ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى ان هيئ لنا ان قدمنا الى بيت من بيوت الله. نريد ان نتدارس في هذه الايام أو في هذه الليلة وإلى غد إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالعبادات أو أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياكم رمضان والحج يا رب. أول ما نتكلم فيه نتكلم عن توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول. فما معنى الشهادة؟ من يعرف؟ لو سألك كافر الكفار وقال كيف أكون مسلم؟ تقول تكون مسلم بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. يقول طيب ما معنى هذه الشهادة؟ من يعرف؟ يسألك الآن تشهد؟ تقول نعم أشهد. تعرف معناها؟ لا بد تعرف معناها. إذا ما تعرف معناها هذا إشكال. فمن يعرف معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة. تشهد أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وأن لا أحد يستحق العبادة غيره، وكل ما عبد من دون الله فعبادة باطلة. أحجار وأشجار وشمس وقمر وملائكة وصالحين وأولياء وما إلى ذلك، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا لابد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات، كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، تخلية قبل التحلية. إذا لا إله إلا الله لابد فيها من ركنين، يعني الآن هذه أركان المسجد، لو أسقطنا ركن من هذه الأركان يسقط البدعة. فلا إله إلا الله لابد فيها من ركنين، تكفر بجميع معبد من دون الله وتثبت العبادة إلى واحد لا شريك له، مفهوم؟ طيب، ومعنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله لابد أن نجمع في شهادة أن محمدا عبده ورسوله في أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام، وعبد ليس له شيء من خصائص الربوبية، لا يخلق ولا يرزق، ورسول لا يكذب. يعني في الأول جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر كبقية البشر، صحيح؟ تميز عنا بماذا؟ بأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس هذا، قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، ثم تميز عنه عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. إذا لابد أن نجمع في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، وهذا أعلى وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الشهادة يعني يلزم من هذا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، طاعته فيما أمر، وأن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وأن نجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الحبيان، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا يمكن أن نأتي بعبادة إلا وتكون موافقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وقع عليه الصلاة والسلام في البداية. إذن الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وهو المنفرد بأنواع التوحيد الثلاثة بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. الثاني توحيد إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يطاع. إذن لابد في الشهادة من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاتباع، صحيح؟ نعم. الآن من يعبد الأصنام، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يحج لغير الله، يصوم لغير الله، يسجد لغير الله، هل شهد أن لا إله إلا الله؟ حتى وإن كان شهد بلا إله إلا الله فهو يشهد بها بلسانه، لكن العمل يخالف هذا، بل هذا هو الشرك الأكبر. هل تنفع هذا لا إله إلا الله؟ الآن عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول ويسجد للصنم، تنفع لا إله إلا الله؟ لا تنفع. يشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد هذا يصوم لغير الله، يحج لغير الله، يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يذبح لغير الله محبة وتعظيم كالذي يذبح لأصحاب القبور، هل تنفع لا إله إلا الله؟ لا. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذا هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فلا تنفع لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، والأسنان هذه هي شروط لا إله إلا الله. ومن شروط لا إله إلا الله العلم، أي العلم بمعنى لا إله إلا الله. طيب، إذا أركان الإسلام خمسة، الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نجمع في شهادة لا إله إلا الله بين النفي والإثبات، بين الكفر بمعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، ونجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة. الآن مثلا لو جاء الإنسان وقال نريد نصلي الظهر خمس ركعات، نقرأ في الخامسة الفاتحة وفي الركوع والاعتدال والسجود وكذا، ماذا تقول؟ يا صح ولا لا؟ يا أخي يصلي الظهر خمس ركعات، يقرأ في الركعة الخامسة الفاتحة ويركع ويسجد ويصنع كل شيء ما شاء، في إشكال؟ في إشكال؟ نعم لا، ما في إشكال، نصلي خمس ركعات أو ست ركعات، في إشكال؟ لو قال لك هذا عندما تقول في إشكال، لو قال لك هل يعاقبني الله على الصلاة؟ تعاقب على الصلاة؟ لا، إذا نصلي ست ركعات الظهر، إيش نقول؟ لا تعاقب على الصلاة، تعاقب على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان في هذا خير لصلى النبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات، صح؟ وقال من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. وعندما يقول نصلي الظهر خمس أو ست ركعات، هذا معناه ماذا؟ أنه لم يشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله عبد الرسول وكذا. قال الإمام مالك رحمه الله، قال من زعم يعني ادعى وكاذب، يعني من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة، ما يوجد بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. يقول من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام خان الأمان، لأنه معنى هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيء يقرب إلى الله ركعة خامسة أو سادسة لم يبين هذا. قال اقرأ وإن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فما لم يكن يومئذ دينا لا يصلح اليوم ان يكون دينا. احنا ماذا نصنع؟ نبتدع ولا نتبع؟ اذا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ولله الحمد. طيب اذا هذا يعني يتعلق ببيان شيء من الركن الاول من اركان الاسلام. اول ما يؤمر بالكافر الصلاه او الصيام او الحج او الزكاه، من يعمل يعني؟ اول ما نامر الكافر نامر بما؟ من يعمل يعني؟ الكافر اول ما يؤمر به يؤمر بالصلاه او الصيام او الحج او الزكاه او الختام. الله يفتح عليك. اول ما يؤمر بالكافر ما نخاطب لا بصلاه ولا بصيام ولا بختام ولا غيره، لأنه بعض الكفار صلى الله عليه وسلم يمتنع من دخول الإسلام من أجل خوفه من الختام. نقول من قال لك تختتم؟ ومن قال لك تصلي؟ ومن قال لك تصوم؟ الآن ما نخاطبك بشيء، نخاطبك فقط بأن تنطق بقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بلسانك تنطق بلسانك وتعتقد بقلبك وتعمل. نعم لا تعجب الشخص. فإذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شرح الله صدره للإسلام، ويأتي بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الختام وهكذا. صحيح. جاء رجل نصراني إلى الضحاك بن مزاحم، الضحاك بن مزاحم إمام، فقال له يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما الذي يمنع من دخول الإسلام؟ محبة الخمر. فلو جاءنا واحد اليوم سألنا قال كذا، تقول اسمع على السلام لا إسلام وخليك على الخمر، صحيح؟ الخمر. فقال له الضحاك رحمه الله قال أسلم واشرب الخمر. يعني كافر لا يشرب الخمر احسن او مسلم يشرب الخمر؟ مسلم يشرب الخمر كبيره من كبائر الذنوب، صح؟ نعم. فقال اسلم واشرب الخمر. فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. قال انت الان مسلم، الان يخاطب بماذا؟ بتحريم الخمر. شاهد. قال ان الان وانت شهدت ان لا اله الا الله محمد عبده ورسوله، إن شربت الآن الخمر جلدناك. وإذا أردت الرجوع عن الإسلام إلى النصرانية أو كذا قتلناك مرتد. فأدخل في الإسلام. إذا الدخول في الإسلام يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، قول وعمل واعتقاد. هل يلزم أنه يأتي إلى المسجد هنا وينطق بالشهادة أو ينطق بالشهادة في أي مكان؟ في أي مكان. هل لازم يسمع الإنسان أنه يقول الشهادة أو لو كان وحده في مكان قرأ مثلا في كتابه وكذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يقبل الله منه ولا؟ لأن بعض الناس يأتي كافر يقول أريد أسلم، قال لا انتظر نذهب إلى المسجد أو نصنع كذا. يا أخي قد تموت، صح؟ قد يتغير او شيء من هذا فتاتي بعض الشغل، مجرد ما ينطق بالشهاده الحمد لله، صح؟ اي نعم. ولماذا نؤخر هذا من الدخول في الاسلام؟ وانت تربح الان عندما تاتي انسان تقول تسلم الان تشهد ان لا اله الا الله وابين لك معنى لا اله الا الله حتى تنفع. لان اذا قلت لا تعرف معنى لا تنفع. مفهوم؟ طيب. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا إخواننا الله سبحانه وتعالى لابد أن نفرد بأنواع التوحيد الثلاث. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاث. توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ أفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله بالخلق والملك والتدبير. هل
في أحد يخلق من العدم غير الله؟ في شاركونا في أحد يخلق من العدم؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا ما يمكن أن يخلق من العدم إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا إفراد الله بأفعال خلق والملك والتدبير يدبر الأمر. لكن اليوم تسمع أن بعض الناس يدعي ماله، يدعي أنه خالق ورازق ومنزل للغاية والمطر. صحيح؟ هذا شرك في أي توحيد؟ توحيد الربوبية، حتى يعلم الأولاد، يعلم الأولاد عندنا يعلمهم الشرك من الصغر. إذا سقط له السن إيش يصنع؟ أنا أعلم عندنا موجود هذا. إذا سقط له السن يستقبل الشمس صح؟ وش يقول؟ يقول خذ سني وأعطيني سن العروس. ها؟ سن الغزال. الشمس تعطيك. إذا لو أحد ادعى الشمس هي اللي تنفع وتضر وتخلق وتعطيك السن وتعطيك كذا فهذا شرك أكبر، شرك في الربوبية. صح؟ أي نعم. الآن عندما يكون في كرب وشدة، في مرض، في حاجة شديدة، في ضراء، إيش يصنع؟ عماد ما؟ تجاري؟ أسألكم بالله ما عندي أحد ينادي؟ ينادي الله. صح؟ هل يمكن أن ينادي غير الله؟ لو نادى غير الله شرك؟ شرك إيش؟ أكبر. هذا شرك في الألوهية. الله خبر عنه قال لهم صعدوا على الجبل، جماعة من الناس صعدوا الجبل، وعندما وصلوا للقمة سقط واحد من فوق، فنادى من؟ نادى من؟ لا عبد القادر. فكان خلفه رجل اسمه عبد القادر سبحان الله، فأمسكه فقال ناديته؟ قال لا أنا أنادي الفوقاني، ما أناديك أنت. قال روح له ورماه. كفار مكة، كفار مكة في الضراء يدعون من؟ يدعون الله. وعندنا بعض الناس في هذه الأيام أدان الله أيام في الضراء ما يدعون. صح؟ طيب إذا توحيد الربوبية وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال خلق والملك والتدبير، أن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة. هل يمكن أن نصرف شيء قليل من العبادة لغير الله؟ هل يمكن تصلي لغير الله ولو صلاة واحدة؟ تصوم لغير الله؟ تحج لغير الله؟ تذبح لغير الله؟ تخاف من غير الله؟ خوف عبادة وتعظيم وسن؟ لا. قل إن صلاتي أعمال البدنية ونسكي أعمال المالية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أحيا وأموت وليس لي أن أتصرف إلا فيما أذن الله لي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة. إذا نحن ما بأمر، هل العبادة تسقط عن أحد؟ ما عقل وعلم تسقط العبادة عن أحد؟ عاقل
وعاد تسقط عن العبادة. لو كانت العبادة تسقط أنا سقطت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لم تسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غيره من باب أول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لأن هناك من يدعي الولاية وأنه ولي ولا يعبد الله. طب ولي لا تعبد الله؟ فما معنى هذا؟ معنى هذا إذا وجدنا إنسان يدعي الولاية وهو لا يعبد الله فهذا ولي، والله لا شك في ولايته، لكن من أولياء شيطان. صحيح؟ نعم. أولياء الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أخوانا، الركن الأول من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول الله، ولا يكفي أن تقال باللسان، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفع. لابد من قول وعمل واعتقاد. إذا اعتقد أن هناك من الخلق من ينفع ويضر فهذا تنفع لا إلا الله؟ لا تنفع. قول إذا سب الرب ويشهد أن لا إله إلا الله تنفع؟ يسب الرب ويشهد أن لا إله إلا الله تنفع لا إله إلا الله؟ والله ما تنفع. عمل ساحر نسأل الله عافية السلام ويشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد الرسول تنفع لا إله إلا الله؟ والله ما تنفع. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. كفر في شهادة أن محمد عبد الرسول. عبد أي لا يعبد. من الذي يستحق العبادة؟ هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم. يعبد؟ لا، يتبع عليه الصلاة والسلام. فالذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، هل بالله هؤلاء أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما أحب. لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في ماذا؟ في اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد؟ أعوذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن هناك أناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ دعاء عليه الصلاة والسلام، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وينفع ويضر ويقدم ويأخذ. قال له الله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء، شيء قليل ولا كثير. هذا قسم. القسم الثاني قلنا يبتدعوا في دين الله، ما شهدوا أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد، لأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل عبادة. صح؟ أي نعم. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. أكمل عبادة هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يأتي بعبادة أكثر مما جاء عن النبي عليه الصلاة، بل ولا مساواة. لا بد دون عبادة عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما جاء ناس إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته في بيته، فكأنهم عفى الله عنه وعنهم تقالوها، أي رأوا أن هذه عبادة قليلة. فقال أحدهم: أما أنا
فأقوم الليل ولا أنام. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم وينام أن هذا نقص في العبادة. وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر. صوم الدركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر. قالوا لا، هذا نقص من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا معنى الكلام. وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج النساء هذا في نقص، أن يكون بهذا ترك العبادة ولا النكاح. سنة من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعباده. فعندما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكن أصوم وأقوم وأنام وأتزوج النساء. فمن رغب يعني أعرض عن سنتي فليس مني. ولهذا كان الجزاء يوم القيامة من جنس العمل الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. نسأل الله من فضله يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه جزاء وفاقا، كما تصنع في الدنيا تشرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب من يديه ومن حوله. نسأل الله من فضله. والذي يبتدع في هذه الدنيا ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجزاء في الآخرة من جنس العمل. يبعد، يأتي أناس يريدون الشرب من الحوض فيبعدوهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، هذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فيقولون له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري، لا تعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدث ويبتدع في دينك بعد. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، لأنه كيف يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، تبرأ منهم في حياته ويوم القيامة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟ يوجد؟ ما يوجد، لأنه لو قلنا يوجد في الإسلام بدعة حسنة كما قال الإمام الأمان فقد زعم أن محمد خان الأمان. ثم كيف نعرف أنها حسنة أو سيئة؟ بماذا؟ بالعقل؟ إذا قلنا بالعقل معنى هذا وافقنا إبليس، ولو قلنا بالشرع، الشرع ليس في بدعة حسنة والحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة حسنة ها طلع، والحمد لله رب العالمين. فلا بد يا اخواننا اننا نعرف عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم امور لا بد نعرفها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانهم ارادوا ان لا نعرف شيء عن الله او عن رسول عليه الصلاه والسلام. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أسألك كأس العالم، الله أعلم لا أسألك كأس العالم، سوف الإجابة ما شاء الله سديدة. نسب النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يحفظ في نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام. يا رجل لو قال لك ما هو اسم رئيس هذه الدولة تحفظ الرئيس ورئيس الوزراء؟ اي نعم، اسم النبي صلى الله عليه وسلم قد ما يحفظ في نسبه عليه الصلاة والسلام. كم له من العمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم كان؟ كم بقي في هذه الدنيا؟ 63 سنة. بعد على كم سنة؟ اللي يعرف 47 سنة. بعد على عمر كم؟ 40. لا ما يصح كم بالاسمع. نعم الشيخ على 40، وبقي بعد ان بعث كم عام؟ 23. الله يفتح عليك. اللي اعرف هكذا بالاسمع، هل هو نبي او رسول؟ من يعرف؟ هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي او رسول؟ من يعرف؟ اخواننا ما نعرف النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي او رسول.
رسول نبي ورسول نبي ورسول نبي ورسول نبي ورسول نبي ورسول. طيب ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ لابد نعرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يدعو حتى ندعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. إذن يعلم الناس التوحيد ويحذر الناس عن الشرك. الله إذن هذا لابد يكون حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم الناس التوحيد. هذا ما سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم التوحيد ونعمل وندعو. صحيح. طيب إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى قومه. اسمع يا أخي. إلى قومه خاص أو إلى أهل الجزيرة العربية أو إلى قريش أو إلى العرب أو إلى من؟ إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يفتح عليك. إلى الثقلين الجن والإنس. ما معنى هذا الكلام؟ أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر كائن من كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غيره. صح. اليهود والنصارى زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. مسلمين ولا كفار؟ كفار. ما نشوف في كفر أصلا. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين أو لا؟ نعم نعم نعم. هذا الذي يبتدع كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذا. قال لا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي بلغ أهل المسجد. إيش اسمه؟ قال بلغ أصحاب مسجد الهدى أن يصلوا اليوم العصر 5 ركعات وأبلغهم مني السلام. نقول كذاب والله ما يمكن، لأن معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمام وترك شيء لم يبلغ للناس وأنت تبلغ لك. ومن متى ومن قال لك أن الشريعة تأتي بالمنامات؟ من أين أصبح الدين منامات؟ صح. أو الدين قصص؟ ما يمكن يكون هذا. صح. طيب الله أعلم، أنا ما أريد أن أطيل عليكم. إن شاء الله بعد العصر نكمل ما يتعلق بأركان الإسلام. نريد يعني بعد المغرب إن شاء الله تعالى نتدارس فقه الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياكم رمضان. رمضان الآن يأتي وإحنا لا نعرف ما هي المفطرات، ما هي أركان الصيام، مستحبات الصيام، ماذا نصنع في نهار رمضان في ليل رمضان. يعني نتدارس مع بعضنا البعض إن شاء الله بعد صلاة المغرب ما يتعلق فقه الصيام. أما بعد العصر إن شاء الله تعالى نقرأ بقية أركان الإسلام، وبعد الفجر معنا نأخذ الحج إن شاء الله. نسأل الله بلغنا إياكم. طيب. طيب.